أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم عندنا محل الأصيل للتجارة في إمارة دبي، معانا الأستاذ سعيد. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ سعيد. الله يسعدك، الله يحفظك، الله يخليك أستاذ سعيد. حابين نتعرف على الأشياء والمنتجات اللي بتقدموها في الأصيل للتجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المنتجات اللي عندنا كل شيء يتعلق بالمواطنين الإماراتيين، من كنادير، من حاجات اللي يلبسونها تحت قطن، حاجات جواكت، كنادير، شماخات، يعني كل شيء يتعلق بالمواطنين الإماراتيين. عندنا شالات كشميرية أصلية، عندنا شركة في كشمير، يعني بنجيب منتوجات تاعنا يعني من كشمير أصلية. بتم تفصيل ايضا عندكم؟ في مشغل للتفصيل؟ في مشغل عندنا، في بيجوا عندنا زبائن بناخذ عليهم قياس وبنفصل لهم هنا، وعندنا مشغل الخياطة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب حابين نتعرف على الاشي اللي بيميزكم، اللي بيميز منتجاتكم والاشياء، القماشات اللي بتفصلوها، شو الاشي اللي بيميزكم؟ الحاجات اللي بتميزنا بالاخص في اول شيء في الكنادير، عندنا قماشات يابانية. يعني احنا بنتعامل مع شركات، ما بنشتريش من السوق، ولا بنتعامل مع شركات بالفواتير وبكل شيء، وقماشات يابانية. يعني لان في اماكن تانية ممكن يقولوا لك، يعني يقول لك قماش ياباني هو يحط، يعني يحط لك قماش تاني. احنا الحمد لله عندنا مصداقية، وبنتعامل بمصداقية، نتعامل مع شركات وقماشات يابانية يعني اصلية. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا نتمنى لكم دوام التقدم والتميز والنجاح. استاذ سعيد، حابين نعرف السادة المشاهدين على موقع الأصيل للتجارة وين بدبي، وكيفية التواصل معكم. كيفية التواصل معنا؟ احنا عندنا طبعا في واتساب، فيسبوك، انستغرام، واحنا موجودين في منطقة الفيستيفال سيتي جنب ندى الحمر، البادي بالضبط، البادية راس الخور. جميل جدا، يعني سهولة في الوصول للموقع. سهولة سهولة بدبي. وأيضا التواصل عن طريق جميع التواصل الواتساب راح تظهر أسفل الشاشة طبعا. وحتى المنطقة عندنا فيها باركينات، وفيها يعني ما فيهاش مشكل في زحمة في الطريق، ولا يعني الطريق فاضي الحمد لله. واضح واضح. وساعات دوامكم بالأصيل للتجارة من أي ساعة لأي ساعة؟ احنا بنفتح من الساعة 10 الساعة 12 بالليل. ما شاء الله، من 10 صباحا للساعة الثانية 10 منتصف الليل. سبعة أيام في الأسبوع. سبع أيام بالأسبوع، ما في أي نوع من الإجازات. وكنت حابب أسألك هلأ، اليوم لو الزبون بده يفصل كندورة، قد إيه بتاخذ وقت تفصيل الكندورة؟ الحين الحمد لله عندنا 3 أيام، أكثر شيء 3 أيام، يومين 3 أيام. يعني الماكسيمم للتفصيل بيكون ما بين يومين، يومين 3 ايام ان شاء الله. جميل جدا، جميع انواع طبعا القماش موجوده. عندنا الشتوي، عندنا الابيض، الوان، يعني جميع الالوان شتويه صيفيه كلها موجوده الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. الله يحفظكم، اتمنى لكم طبعا. اللهم امين، الله يبارك. اليوم احنا في دوله الامارات العربيه المتحده استاذ سعيد، ودوله الامارات يعني معروفه بالامن والامان. شو الامن الامان كيف بينعكس على الاستثمار والتجاره؟ وحابين نتوجه برساله شكر من الاصيل للتجاره للشيوخ وحكام دوله الامارات. طبعا ما شاء الله دوله الامارات يعني بلد الامن والامان، واحنا الحمد لله حاسين اننا في بلدنا، ومش احنا بس، مش العرب بس، الجنسيات كلها الحمد لله حاسين ان هذه بلدهم، وما بيحسوا بالغربه ولا يعني انهم متغربين. الحمد لله الناس تتعامل يعني مع الناس يعني كواحد منهم، بين اهلك وناسك. والحمد لله بلد الامارات بلد الامان، ونشكر الشيوخ كلهم على هالامان الموفرين، والله يدوم على دوله الامارات الامن والاستقرار يا رب. امين يا رب امين. شكرا كثير استاذ سعيد، نتشكرك جزيل الشكر. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.